Je suis fidèle aux belles valeurs. أريد أن أعرض خطوة فخطوة إلى المنهجية التي أنصح بها إخواتنا وأخواتنا المعلمين والمدرسين في كل مدرسة خاصة في المدارس الغربية. هذا الكتاب يقدم الدروس في قالب وحدات، والوحدة تحتوي بصفة عامة وبصفة قارة على مادة القرآن الكريم. نبدأ بالقرآن ثم التفسير ثم كذلك مادة القراءة. والقراءة فضلت واخترت أن أبدأ بتمارين القراءة وتطبيقاتها، وهي تحتوي 3 تقريبا أو 4 صفحات لمادة تمارين القراءة، وذلك تمهيدا لنص القراءة نفسه حتى يتمكن التلميذ من استيعاب والقدرة على قراءة وفهم ما سيأتي في نص القراءة نفسه، فينتقل من تعلم الحرف نفسه في كل أحواله ووضعياته، في بصفة عامة بروت أي وحده الحرف، ثم في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، ثم الحرف ومعه الحركات والمدود والتنوين بالطبع والشدة وغيرها، ثم الحرف وكيف أنه يركب من جملة الحروف، نركب بها بعض الكلمات والمفردات، وهذه الكلمات والمفردات تدعم دائما بعملية الترجمة عن طريق التمارين المختلفة التي يقدمها الكتاب. وبعد ذلك مباشرة نمر إلى مادة الخط والنسخ، وفي هذه المادة عرضنا إلى تقريبا 3 مواد في نفس الوقت ربحا للوقت كذلك، وهي يتعلم التلميذ الحرف أولا مع عديد الحركات والمدود، ثم الكلمة في إطار النسخ، ومن الكلمة لابد أن يتعرف على معنى الكلمة أي المفردة ومادة المفردات، ثم مباشرة يمر إلى مادة القراءة. عندما يمر إلى مادة القراءة يكون قد رأى وتعلم وفهم ما يحتويه نص القراءة بالتفصيل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنبه من الآن ومن البدء أننا اعتمدنا في كل وحدة من الوحدات على تعليم حرفين في كل حصة. أذكر بأنني اعتمدت على الترتيب الأبجدي للحروف حتى يتعلمها التلميذ، وذلك لهدف أساس وهو ضرورة أن يتعلم التلميذ الترتيب الأبجدي، فييسر له ذلك اعتماد مباشرة في أقرب وقت الاعتماد على القاموس المنجد حتى يستطيع أن يترجم عديد الكلمات التي ستحتويها سواء مواد القرآن، التربية الإسلامية، القراءة، التعبير إلى آخره، فيعتمد على نفسه في ترجمتها واستعمال القاموس. أؤكد هنا على ضرورة أن يعيد المعلم على السبورة صياغة أو رسم الأشكال العامة للتمارين على السبورة، مهما تكون هذه التمارين في أي مادة من المواد ما أمكنه حتى ولو بسط الشكل على السبورة. لماذا؟ وذلك حتى يلتقي المعلم نفسه والتلميذ وبقية القسم حول ما سيرسم على السبورة، فكأن المعلم يقوم بعملية ريترو بروجيكسيون أي عملية تكبير التمارين والتطبيقات وما يطلب من التلميذ كل مرة أي التعليمات على السبورة، فيخرج التلاميذ مثلا عن طريق المباريات بين فريقين، فريق المجتهدين فريق الأذكياء. أما بالنسبة لمادة التعبير فقد رسمنا ما أمكننا مواضيع التعبير نفسها وبسطنا الجمل وجعلناها تنحو باتجاه التفاعلية العملية، التفاعلية اللغوية كذلك، فالتلميذ في نفس الوقت يتعلم التراكيب اللغوية التي سيعيدها ويتعلمها ويتكلم بها اللغة العربية بالطبع، وفي نفس الوقت يمثل التلميذ نفسه هذه الصفحات في مادة التعبير والتعابير نفسها. كذلك بعد ذلك تأتي مثلا مادة الحساب، فعوضا أن نقدم للتلميذ مثلا الأعداد من 1 إلى 20 مثلا بالنسبة للسنة الأولى بطريقة تقليدية، فنضطره إلى التفكير وإلى المرور إلى البحث عن كيفية كتابة الكلمة أو عن الرقم بالعربية أو حتى بالدارجة أي باللهجة العامية، فيأتي هنا المعلم ليساعده على إصلاح تلك الأجوبة التي وجدها التلميذ. ثم كذلك بالطبع في كل حصة نرى مادة التمارين المنزلية في كل آخر وحدة تساعد المعلم نفسه
وتساعد التلاميذ والأولياء والآباء والأمهات على متابعة العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك بمراجعة أساسيات ما رأوا في الدرس أو بإضافة بعض الأشياء البسيطة جدا التي يمكن أن يعتمدها التلميذ ولو وحده في المنزل. في آخر كل وحدة نرى أن الكتاب يحتوي على البراعة اليدوية أو البراعة البدنية أو على الألعاب والترفيه، على الطبخ وأحياء أعياد الميلاد، كذلك على الإنشاد، على التمثيل، على مختلف الأنشطة التي يمكن أن يستفيد بها التلميذ والمعلم كذلك في جو بهيج مرح يبث أو ينشئ الغبطة والفرحة والتنافس بين الأطفال. لقد التزمنا في كتاب العربية الشاملة بخدمة قدمناها في نفس الوقت للتلميذ وللمعلم، خاصة بأن وفرنا له على الأقل صفحتين بعد كل 3 وحدات من تعليم الحروف والقراءة وغيرها، وفرناها حتى نيسر على التلميذ مراجعة أساسيات القراءة ومواديها، فلا ينتقل المعلم إلى الدروس الجديدة الموالية إلا بعد أن يمر على هذه المراجعات. وذكر بأن منهجية العربية الشاملة تتميز بالأساس بأنها أولاً تعتمد على التفاعلية، على الطريقة التفاعلية، أي أن التلميذ لا يستطيع أن يتعلم أي مفهوم من مفاهيم اللغة إلا عندما يلتحق هو نفسه بهذه التطبيقات وهذه التمارين فيفكر فيها، فيضطر إلى قراءتها، يضطر إلى متابعة معانيها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية كذلك ترون أن الكتاب حاول أن يجمع بين المواد العلمية والمواد اللغوية ولما لا كذلك المواد التربوية. لنأخذ هذا النموذج من التمارين، هنا نرى مثلا في مادة الإيقاظ العلمي الدارس يتطرق إلى الألوان، ولكن قدمنا لهم كلمة الله حتى يتعلموا كل الألوان التي جاءت فيها، فيتعرف التلميذ على الألوان من ناحية وعلى الشكل الجميل لهذا الخط العربي الذي كتب فيه اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك يمر التلميذ من هنا إلى أن يتكلم عن ماذا يلبس هو نفسه وعلى مثلا الألوان نفسها ما اسمها من اليمين إلى اليسار، فيتعلم اليمين واليسار. أما بالنسبة لمادة التعبير الشفوي والكتابي فقد أرفقتها ودعمتها بمادة التصريف، واعتبرت أنه لا تعبير ولا تمكن من مادة التعبير إلا عندما نعلم التلميذ مباشرة بعد تعلمه للحروف تقريبا منذ النصف الثاني للسنة أن نعلمه أساسيات التصريف، لأن التلميذ الذي لا يستطيع أن يستعمل الضمائر الشخصية المختلفة والأساسية، ثم لا يستطيع أن يستعمل الفعل ولا يستطيع أن يميز بين الفعل وبين الكلمة وبين الضمير إلى آخره، ثم لا يستطيع أن يميز بين الأزمنة في الماضي في الحاضر في المستقبل في الأمر إلى آخره، فهو لن يستطيع أن يعتمد على نفسه وعلى أساسيات تعلمه لهذه المادة، مادة التعبير، عندما سيتكلم. فجعلت إذن منذ بداية الاشتغال على مادة التصريف سهلت له التعرف على الضمائر، وذلك عن طريق الصور الميسرة لفهم المعاني. كذلك دائما أعطيه نموذجا، أنا الآن سأضرب مثال لما قدمت الآن، أنا ذهبت إلى المدرسة، أعطيته هذه الصيغة، فعندما تعرف التلميذ على طريقة تصريف الأفعال مع كل هذه الضمائر جعلته هو الذي يواصل التصريف، فيقول أنت ذهبت إلى أين؟ إلى المغازة، فأنا أبدأ بجزء من تركيب الجملة وهو يكمل، أنت بالطبع سيجتهد ويكمل. وبالطبع هنا لا يستطيع أن يشتغل التلميذ وحده بدون مساعدة ودعم من المعلم. بالطبع هذه أذكر جيدا أن هذه التطبيقات كلها مهما كانت هي تطبيقات تعليمية وليست أبدا اختبارية، أبدا أبدا، حتى التمارين المنزلية منها فهي تعليمية بالأساس، القصد منها المراجعة ودعم المكتسبات التي تعلموها ثم بالطبع تذكرها ومراجعتها. نلاحظ هنا مدى أهمية اعتماد الحروف الأبجدية، ترتيب الحروف الأبجدية، وقد التزمت كمؤلفة لهذا الكتاب بالنسبة للسنة الأولى خاصة بأن لا أعطي للتلميذ
أي تمارين قراءة أو أي نص للقراءة إلا بالحروف التي وقع تدريسها وتعلمها التلميذ. فمثلا لنأخذ هذا النص، مثلا هنا نرى حوار بين بنت وأخيها، فلا نرى تقريبا أي حرف إضافي على كل الحروف التي درسوها إلى حرف الصاد، وذلك حتى لا نتحدى التلميذ ولا نعجزه. كذلك اعتبرنا أن هذه اللغة العربية بما أنها هي لغة معاصرة ولغة تتوجه للشباب وللأطفال، فهي كذلك تعنى بقضاياهم، بقضايا الشباب وباحتياجاتهم وبالتعريف بكثير من الحلول لمعضلات حياتهم اليومية. فأردنا أن نجعلهم يستفيدون، خاصة هم في دول غربية وبصفة أخص في فرنسا، من قنوات التحاور والحياة الديمقراطية ومن السيرفيس أي الخدمات التي توفرها هذه البلدان وهذه الأنظمة لهم، فتكون أصواتهم مسموعة عندما يتوجهون مباشرة إلى المسؤولين مثلا. كذلك هناك مسائل أخرى مهمة جدا، وهي قد بينتها كذلك في كتاب السنة السادسة، وبينت أن كل من المخدرات والسجائر الخطر، وأن مسألة الببليسيتي أي الإشهار والدعاية، صحيح أنهم يتعلمون كيف يمكن أن يكتبوا نصا إشهاريا، كيف يفهمونه إذا رأوه في التلفزيون مثلا في قنوات عربية وتلفزيون مختلفة، ولكن في نفس الوقت كيف ينتبهون إلى أن التلفزيون وكذلك الإنترنت، هذه الأشياء كلها ليست كلها إيجابية وليست كلها كذلك سلبية، فلا بد أنهم يحذروا من السقوط في بعض المخاطر أو الفخ الذي يمكن أن يحاك لهم. وجعلنا المعلم، دفعنا المعلم إلى أن يتطرق إلى هذه القضايا، أن يتطرق إلى هذه القضايا، فلا يمر الدرس هكذا دون أن يوجه التلميذ، بل بالعكس يفيده من الناحية اللغوية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية حتى الثقافة العامة. كذلك هنا نرى في مع كتاب السنة السادسة ومواد القراءة وغيرها من المواد الأخرى، أهم الأعلام الفكر العربي والإسلامي، مثلا من هو أبو الفخر الرازي، فيتعرفون عليه كطبيب، كمفكر، كفيلسوف، كمخترع إلى آخره، وما هي كتب أهم كتبه، وأي في كلمة واحدة سيرته الذاتية نستطيع أن نقول، وهو مفخرة للعرب والمسلمين. كذلك هنا ونحن بالطبع في هذه الأحداث التي تهز وتغير مجرى حياة الدول، كثير من الدول والشعوب العربية والإسلامية، ومن بينها هذه الثورات المتتالية التي تفرض على أبنائنا وعلينا نحن كمربين أن نكون أجوغ مثل ما يقال، أي نتابع هذه الأحداث ونعلمهم بأهمها وبتطوراتها، لأن أبناءنا ليسوا منفصلين ومنقطعين على الموجات العامة التي تهز بلدان الشرق والغرب. فمثلا هنا، ودون أن أتوقع أننا سنعيش هذه الثورات وهذه الهزات، أضفت لهم مثلا قصيد إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي، وهو القصيد الأسطورة مثل ما نقول، الذي يقول فيها أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ونصيحة الختام لكل معلمين ومدرسين الذين يريدون أن يتألقوا في التعليم، في تعليم أبنائهم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالطبع، وهم يستعملون كتابنا العربية الشاملة، أن لا ينسوا أبدا إعادة رسم الأشكال العامة للتمارين والتطبيقات على سبورة، وأن يجعلوا التلميذ هو الذي يجيب على الأجوبة على الأسئلة والتعليمات لا المعلم نفسه، وهم والتلاميذ خاصة في المستويات المتقدمة هم الذين يكتبون على سبورة الأجوبة نفسها، بطبع مع الاستفادة من الكتب وتوجيهاتها. كذلك أن يستفيدوا بصفة مباشرة، أن يقتني ولو ألبوم واحد من هذه الألبومات التي تحتوي كلها كل واحد منها على 7 أناشيد، فندخلها نضيفها في البرنامج التعليمي لمادة الإنشاد، وبالتالي كل أنشودة نجد فيها كثير من التعبير والمفردات والمعاني الإسلامية، وهكذا إن شاء الله على بركة الله تكونون قد استوعبتم هذه المنهجية. ونحن لا ندعي في العلم فلسفة،
كثير من الأشياء هي اجتهدنا أن نجعلها في مستوى المرحلة، في مستوى التطور الذي حصل وصلنا إليه ونحن في الغرب وفي القرن 21. أما ما لم يتيسر لنا أن نصل إلى عرضه وطرحه وتقديمه بطريقة ناجحة موفقة 100%، فنلتمس منكم كل العذر وكل التفهم. ها هنا أوجه نداء حارا إلى كل المهتمين بشأن تطوير اللغة العربية ومناهجها ووسائلها وكتبها. ندعو الجميع إلى أن يمدوا لنا يد المساعدة التقنية والمنهجية والمادية لما لا، حتى يتيسر لنا إخراج هذه الكتب بصياغة متطورة حقيقة ونهائية، حتى نتفادى ربما بعض السلبيات، بعض النقاط التي لا تكون مفيدة أو ميسرة على التلميذ ولا على الأساتذة والمعلمين والمتعلمين كذلك، وحتى يتيسر لنا في أقرب وقت بإذن الله إخراجها للسوق وإفادة الجميع بها. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مساعينا كلنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسدد خطانا وييسر لنا التعاون الجماعي بيننا وبينكم.